جماعة تشرين في خدمة الإمام لو ضد الإمام، مع احترامي للخيرين اللي بيهم، حركة من ربهم ذول. لما تكون تربية سفارات يعني حامل فايروس، وين ما تكون قذر أدرح يزعلون. دمرتونا وطن كنا بنعمة شوية، شوية الوضع تحسن، شوية الدولار استقر والمواد الغذائية والكهرباء، وطلعوا نريد وطن، مو صحيح؟ ورا ما نريد وطن قالوا نريد نزلنا الدولار، والدولار ما نزل، هسه صعد الطحين قالوا نزلنا الطحين، والعباس بعد كم سنة يقول ربي كل شيء ما نريد بس كنت تسترنا. أمريكا شيطان أكبر. والله أمريكا عت اتفاقية مع الجمهورية، من ضمن الاتفاقات قال لهم شيلوا كلمة شيء أمريكا الشيطان أكبر ونشيل عنكم الحظر كله. قال له كلمة قالها السيد الخميني ما شيلها. تدرون إذا شالوا الحظر كم مليار دولار يجيهم؟ بس بأمريكا 200 مليون دولار ينفتح عنهم الحظر، بس شيلوا هاي العبارة أمريكا شيطان، لأن تشخيص دقيق. هاي لو عندنا قال له نعطيك العراق كله. 40 سنة من الصمود، عالم كله محاصرهم، شلون قاوموا؟ اي انت تنصر الله، اي اقوى. واحنا بدل ما نكون معهم في قلوبنا صرنا هم نطعن بهم. اليوم هسه انا مو اثني على دولة جارة مسلمة شيعية راح يقولوا لي ذيل، لكن امدح امريكا، امدح الصين، فرنسا، انت متحضر. ليش اقول لك التشرينيين خرق ويراد لنا ذكاء. اليوم الشباب الشيعي اذا لبس جلباب التشرينيين راح يكون من اكبر اعداء الامام المهدي. لا تعتقد واحد تربي سفاره من اجل مصالحه يكون منتج لابناء وطنه. يكفينا رئيس الوزراء اللي عندنا شنو تشرينه لولا سوى بينا، خلى شي ما باعه. رئيس الجمهوريه تشرينه لولا